بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة في رفع أنقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية. فقد أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بدفع عدد من الأطقم المدربة على أعمال الإنقاذ والإخلاء والتدخل السريع لمعاونة أجهزة الدفاع المدني في رفع أنقاض العقار المنهار وسرعة انتشال الضحايا والمصابين. وقامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدفع أحد الأوناش عالية القدرة حمولة 70 طناً لتحريك الكتل الخرسانية المتراكمة وفتح الثغرات للوصول إلى الأماكن التي يحتمل تواجد أي من الناجين بها، كما عاونت عناصر من الشرطة العسكرية في أعمال التأمين وفرض طوق أمني في محيط الحادث وتنظيم حركة سير السيارات والمعدات المستخدمة في أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أجهزة الشرطة المدنية بالمحافظة. يعني قبل ما احكي واقول قبل حاجة بحيي الجيش وبقول لهم تحيا مصر بيكم وبشباب الجيش، انتوا اللي حاميننا وانتوا اللي واقفين جنبنا، تسلموا من كل شر. واللي انا شفته النهاردة بأمانة ربنا بكل صدق وبكل أمانة هندنينا اقول تحيا مصر تحيا مصر الى ان تقوم الساعة. وفعلا كل من يحاول ان تسول له نفسه النيل من الجيش المصري او النيل منه باي وقت او ايا كان لابد ان يستحق الاعدام، لان الجيش المصري اللي ظهر النهارده لنا هو قادر على تحمل مسؤوليات البلد الى بر الامان. جه الجيش الله يسترها معاهم ويبارك لنا في الرئيس السيسي ربنا يبارك لنا فيه. نرجو ان هم نجزوا من امبارح وهم من ساعه ما جم عملوا انقاذ كتير. والله 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 ادي السلامه لكل راجل في الجيش من جندي الى الحاد الرئيس السيسي. والجيش جيب معداته وبرجالته، وانا دخلت بالحفار اشتغلت والجيش عمل كردون والشرطه وحمونا بصراحه، وما فيش بعد كده والله العظيم يعني. وقمنا بالواجب ولغايه دلوقتي اديني بقالي 12 ساعه شغال وما احناش عارفين نهايتنا امتى وهنخلص امتى. رجاله القوات المسلحه ورجاله الشرطه على اكمل وجه معانا بصراحة، يعني معداتهم وأفرادهم وجنودهم وظباطهم بيتمنوا لنا أي حاجة نعملها والله العظيم. أما بقى لدور القوات المسلحة، فطبعا القوات المسلحة دورها لا بأس به، دور مشكور جدا، وإحنا بنشكر جميع أفراد القوات المسلحة ابداء من الجندي المجند لحد قائد القوات المسلحة كلها. وكما بنوجه برضو نداء للأب الروح للقوات المسلحة ولنا كلنا الأب لنا جميعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعجاله لنا بالقوات المسلحة اللي جت تنقذ ما يمكن انقاذه. فاحنا طبعا باسمي وباسم اهالي ممحى كلها طبعا دي كارثة، وبنشكركم ان انتوا واقفين معانا في الكارثة والمحنة دي. يأتي ذلك في اطار جهود القوات المسلحة لمعاونة اجهزة الدولة في التغلب على الاثار المترتبة عن المشكلات والحوادث الجسيمة التي تمس امن وسلامة المواطنين.